استعدوا، سيتم الإفراج عنكم. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. صدق بالله أنا مش عايز أمشي من هنا. ومين سامعك؟ تعالوا معايا علشان تقابلوا المندوب ويتم التسليم. يلا. أنا مش متصور إن الحكومة المصرية تهتم وتسأل علينا كده. لا وإيه؟ بعتلي كمان باجت عبد العزيز؟ أنا ما كنتش حاسس إن إحنا عزاز على مصر بالطريقة دي. إزيك يا باجت؟ أنا مش باجت يا سيادة العميد. شفت بدام عارف عميد وعارف إن أنا خرجت عميد تبقى أنت باجت. على مو مش مهم، المهم إنك أنت مصري. المهم إن أنا مصري. أنا العقيد فؤاد الضوي. فؤاد الضوي؟ فؤاد الضوء يا راجل، ده انا عارف دفعتك كلها. لو كنت يعني انت ناس افكرك. هشام الشلقاني وعبد الرازق حلمي وعز الدين امام وعادل العسيلي وطبعا فاكر اللي هو حسين توفيق، ده اللي مره قدر الدفعه بتاعتكم كلها. امال اللي هو حسين توفيق ده كان راجل عنيد قوي. بس كان طيب، هو كان دمه خفيف الحقيقه. يا سلام على اللي هو حسين توفيق، ده كان من أبطال حرب أكتوبر العظام. الراجل ده عمل عمايل شيب اليهود، شيبهم الله يرحمه. أعتقد إن إحنا الراجل ده يستحق مننا اللي إحنا نقرأ الفاتحة على روحه. آمين. أشهد الناس دول مش مصريين، دول موساد إسرائيلي. شفت؟ هما دول الموساد، يتخطوا حدودهم ويطمعوا في حدودك أنت، والبجاعة يرفعوا في وشك السلاح، يهزوا هيبتك قدام أهلك وناسك ورجالتك. نزلوا سلاحكم. في إيه يا ناجي؟ احنا هندفع لك فيهم قد ما المصريين هيدفعوا اكتر، ده اذا المصريين دفعوا اصلا. هتدفعوا تحت تهديد السلاح؟ نزلوا سلاحكم. ما اعتقدش هيفيدوك في حاجه، اللي هتفيدك هي الفلوس اللي خطفتهم عشانها. فلوس الدنيا كلها ما تسويش انك انت ترفع السلاح في وشهم. في ايه يا ناجي؟ نحن لا نسعى الى المال، انما لنا قضيه نريد ان يعرفها العالم كله. واحنا بنعرفها كويس. بس ما تعرفوش الكرامه. نعم، مثل ما قال، أنتم لا تعرفون الكرامة. إلا الكرامة، إلا الكرامة. Thank you.
ايه مالك يا ابراهيم؟ انت بتفهم في اصابات الملاعب يا تهامي؟ لا لا، امال جاي تعمل ايه؟ هجرب. انت جاي تجرب في رجلي؟ اوعى. سيبنا ابراهيم. اسيبك ايه؟ اوعى. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. ده حمار يا لا، انت حمار.